بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، ملوك ورؤساء الملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي السادة ورؤساء الوفود، الحضور الكريم، نلتقي اليوم بالقاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا. قبل مصالحنا تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة، وتضع المبادئ التي ندعي أننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة، تترقب بعيون متسعة مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالاً بالتصعيد العسكري الحالي منذ 7 أكتوبر الجاري في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجاً على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 1.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتجريمها ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.